بدأت المباراة. بيرقص بيديله قدام وبيقول له امشي امشي امشي، هو جول هو جول هو جول. يخرب عقلك. يا عيني يا عيني يا عيني، رقص نص فرقة. بقول لكم البروجي البروجي يا ناس. صح ساداتي آنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله. بعثة تلفزيون جمهورية مصر العربية في إسبانيا تحييكم وننقل لكم مباراة هامة جدا في كرة القدم. الأرجنتين بطل 78، البرازيل اللي واخد كاس 3 مرات، والاثنين من أمريكا الجنوبية. يعني وقوع أرجنتين اللي خارجة دي، الثانية وقعت مع البرازيل وضمنوا ان يكون في فرقة من أوروبا وفرقة من أمريكا في الفاينل. فالنهاردة بإذن الله ماتش كبير قوي، وده الماتش الأولاني البرازيل والأرجنتين. أما الساعة 9 فإن شاء الله هقابلكم ألمانيا وإسبانيا، و بكرة راحة لجميع الفرق وللمذيعين وللتلفزيون هنا. ويوم بعد بكرة 4/7 إيرلندا الشمالية مع فرنسا، وبولندا ده الساعة 5، وبولندا مع روسيا الساعة 9. ويوم 5 إن شاء الله البرازيل وإيطاليا الساعة 5، وإنجلترا وإسبانيا الساعة 9. وده يبقى نهائي الدور الثاني، وبعديها هنعرف مين اللي طلع للسيمي فاينل. الكابتن علي زور باذن الله هيزعل لكم السيمي فاينل من برشلونه، وانا هزعل لكم السيمي فاينل من سيفيا، واللي يتخلف علي بيه زور هيزعلوا لكم الثالث والرابع من الكانتي، وانا هزعل لكم الفاينل يوم 11 باذن الله من مدريد ومن استاد الكبير بتاع برنابيو. سيداتي انساتي ساداتي، ادي البرازيل اهي الكبيره والارجنتين، وادي كابتن علي زيور معاكم لنقل المباراه بالتفصيل. مساء الخير سيداتي انساتي ساداتي، من ملعب ساريا بمدينة برشلونة نقدم التعليق والوصف التفصيلي. مباراة كبيرة حساسة لها أهميتها في كرة القدم عالميا ولأمريكا الجنوبية. كانوا بيقولوا قدامنا اهو مارادونا، وكانوا بيقولوا ان مارادونا موقوف، مارادونا هيلعب اهو عشان الناس ما تجيبش معلومات غلط. مارادونا. اما فريق البرازيل فبيمثلوا اليوم وشوت يا في الخشبه يا يا جول الاول البرازيل. جول مرة تانية سيداتي أنساتي سادتي، يسعدني ويشرفني أن ألتقي بحضراتكم في الشوط الثاني للمباراة الكبرى بين بطل العالم السابق 78 الأرجنتين وأحلى كرة في العالم الأرجنتين. بيمثل الأرجنتين اليوم فيول، والأربع باكات من اليمين للشمال للأرجنتين، أولجن جالبان باساريلا ترانتيني، وخط الوسط من 3 من اليمين للشمال للأرجنتين، بارباس أرديلس كالدرون، والخط الهجوم من 3 من اليمين للشمال للأرجنتين، بيرتوني مارادونا كيمبس. أما فريق البرازيل فبيمثلوا جول النهاردة بالدير بيريس جول، والأربع باكات البرازيل من يمين للشمال
Leandro, Oscar, لويزينيو جونيور. وخط الوسط من ثلاثة من اليمين للشمال للبرازيل: فالتاو، سقراطس، تريزو. وخط الهجوم من ثلاثة للبرازيل من اليمين للشمال: سيرجينيو وزيكو وإدر. بيحكم ماتش النهاردة الحكم الدولي المكسيكي ماريو روبيو، وبيساعده لمراقبة الخطوط المساعد الأول الشيلي جاستون كاسترو، والمساعد الثاني الكولومبي أرسيتي سيبل. المساعد الأول دولي 7 مرات والكولومبي 5 مرات، أما الحكم المكسيكي. وعلى طول طويلة حلوة، هو جول، هو جول، وبيلعبها في جول وبدماغه جول الثاني. الثلث ساعة الباقية توري الناس الكورة بقى الحلوة، النكتة والقفشة وال... ديكو بينية، يا ولد على السرور حلو، يا ولد يا ولد، يا 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 يا، شوف حضراتكم ايه ده، اسمع عمى دي. اوسكار واوسكار لتريزو، وبيشوفوا جول، شوطة حلوة، الجول الاولاني. وصفر الحكم المكسيكي بانتهاء المباراة الكبيرة بين الفريقين.